الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، معانا النهاردة درس من دروس النحو وهو نصب المضارع. أدوات النصب يا جماعة، احنا أخدنا قبل كده في المرحلة الإعدادية أدوات لنصب المضارع. مين يفكرني بيها؟ يلا مين هيتكلم معايا ويفكرني بيها؟ يلا نتذكر مع بعض كده. فعلا أدوات نصب الفعل المضارع أن ولن وكي ولام التعليل، ودي أدوات قديمة اتعرفنا عليها في المرحلة الإعدادية. السنة دي بإذن الله هنتعرف على أدوات جديدة، منها حتى لام الجحود وفاء السببية. هنعرف كل واحد فيهم شروطه إيه عشان يعمل لنصب الفعل المضارع. نبتدي مع بعض كده. يجب في التمهيد بتاعي يجب أن تصلي. أنا عايز أعرف كلمة تصلي. أن يا جماعة اتفقنا إن هي من أدوات النصب، فهتبقى تصلي. مين هيعرف معايا؟ أيوه سامعاك أهو، أنتوا بتعرفوا فعلا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة طبعا. رقم 2، لن يغبو نور المعرفة ما دام الكتاب، لن يغبو نور المعرفة ما دام الكتاب صديقا. يغبو فعل مضارع، يلا مع بعض، فعل مضارع ايه؟ فعلا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. تاني، يفحص الطبيب المريض ليتعرف مرضه. ليتعرف، مين هيقول لي لام هنا لام ايه؟ ها ها صح كده، هي بتبين السبب، فبقول عليها لام التعليل. ويتعرف فعل، ها صح، برافو، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ممتاز. هناخد النهارده مع بعض يا ولاد حتى. حتى اتفقنا ان هي من الادوات الجديده، لا هي مش جديده قوي، ده احنا خدناها قبل كده فعلا، بس النهارده هنعرف ليها شروط ان هي تنصب بيها الفعل المضارع. حتى ليها معاني وليها شروط، بتفيد الغايه وتفيد التعليل. ها يعني ايه تفيد التعليل؟ يعني هنا بتساوي ايه يا ولاد؟ ها بتساوي لام التعليل وبتساوي كي. نيجي لتفيد الغاية وتفيد التعليل، مثال يمتد الليل حتى يطلع الفجر. يطلع، يطلع لغاية ما يطلع، يبقى الليل ممتد معايا لغاية، الغاية اللي هي المدة اللي أنا هوصل فيها لغايتي وهدفي، حتى يطلع الفجر. يطلع، من هيعربها معايا؟ ها سمعاكو، برافو عليكو. يطلع فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ذاكري دروسك حتى تتفوقي. شيل حتى هنا ونحط مكانها لام التعليل ونشوف هتنفع الجملة بتاعتي ولا لأ. كده ذاكري دروسك لتتفوقي، نفعت معايا، إذا حتى هنا تفيد التعليل. طيب نعرف تتفوقي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الايه؟ حذف النون، ممتاز. حذف النون ليه يا جماعة؟ عشان الياء بتاعت ياء المخاطبة، يبقى الفعل بتاعي من الأفعال الايه؟ الأفعال الخمسة، ممتاز، برافو علينا. شروطها، احنا قلنا عشان حتى تنصب المضارع ليها شروط، ان هي تدل على المستقبل. طيب بمعنى لو انا جيت للامثله اللي فاتت، يمتد الليل حتى يطلع، هنا بيحصل لسه في المستقبل، هو هيطلع. زي بيقول لي برضو ذاكري دروسك حتى تتفوق، عشان تا تتفوقي، لسه ها تتفوق، يعني لسه حاجه تحصل لي في المستقبل، سواء مستقبل قريب او مستقبل ايه بعيد، المهم ان هي حادثه في المستقبل. طيب لو انا عندي حتى هنا، نشوف كده المثال بتاعي ده، حتى هنا
نشوفها كده، غاب صديقي حتى لا أشاهده، غاب صديقي حتى لا أشاهده. لا أشاهده دي هي ترى هتحصل في المستقبل؟ ها لا، ده قبل منها ماضي، يبقى الحدث بتاعي حصل فين؟ برافو، في الماضي. يبقى معنى كده ان حتى هنا فقدت شرطان هي بتدل فيها على الايه؟ على المستقبل. فبالتالي لما اجي اعرب هتبقى حتى عندي اعربة ايه؟ حرف ابتداء، واشاهده فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الايه يا اولاد؟ الضمة. ممتاز ممتاز. شوف مع بعض حبايبي حرف جديد من حروف نصب الفعل المضارع، وهي لام الجحود. يعني ايه كلمة جحود؟ الجحود يعني النفي الشديد، يعني لام الجحود عندي بتفيد تقوية النفي، بتقول استحالة يحصل، استحالة يكون. ليها شروط؟ ليها شروط. تعالوا نتعرف على شرطها، ان هي تسبق بكون منفي. يعني ايه كون منفي حبايبي؟ كون منفي معناها ان كان بكل تصرفاتها، كان يكون يكون، وقبل منها حرف النفي. تعالوا نتعرف على الامثله اللي عندي. ما كان العاقل ليصدق الخرافات، ليصدق الخرافات. ما كان، شفتوا مش احنا قلنا ان لازم تبدا بكون منفي؟ كان وقبلها ما اللي هي نفيتها. طب مين هيعرب معايا؟ اللام هنا تبقى لام الايه يا حبايبي؟ لام الجحود. ويصدق هتبقى برافو علينا فعل مضارع منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. نشوف مثال تاني. طبعا احنا عارفين ان الفتحة الظاهرة هي فتحة ايه؟ اصلية. ممتاز. تعالوا نشوف مثال تاني. لم يكن الحر ليرضى بالإهانة. يكن اهي الشرط بتاعي، وقبلها لم اللي هي أداة النفي، يبقى لم يكن كون منفي، يبقى اللام بتاعتي لام ايه يا حبايبي؟ برافو علينا، لام الجحود. يبقى مين اللي هيعرب لي؟ يرضى. ممتاز، فعل مضارع منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدرة. ليه فتحة مقدرة حبايبي هنا؟ ممتاز، عشان آخر الفعل عندي ألف. ما كان المصريون ليتهاونوا في حق وطنهم، ليتهاونوا. ما كان كون منفي، يبقى اللام برافو، لام جحود. يتهاونوا ممتاز، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه ها حذف النون. برافو، حذف النون دي يا ترى علامة أصلية يا جماعة ولا علامة فرعية؟ برافو عليكم حبايبي، علامة فرعية. دي كانت لام الجحود اللي معايا، اللي احنا قلنا لازم شرطها تسبق بكون يا حبايبي؟ برافو، كون منفي. يلا مع بعض نشوف حرف جديد من حروف نصب الفعل المضارع معانا النهارده، هي فاء السببية. فاء السببية تفتكروا معناها ايه؟ يعني ايه العلاقة اللي هتبقى في الجملة؟ برافو علينا، في سبب في الجملة، كل جملة سبب لحاجة هتحصل، حاجة لسبب حاجة، يبقى ما قبلها سبب لما بعدها، ما قبلها سبب لما بعدها. ممتاز عليكم يا جماعة، أنا مبسوطة بيكم جدا 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 وبالتفاعل بتاعكم. طيب نيجي نشوف شروطها. ما احنا اتفقنا ان الحروف الجديدة لكل حرف ليها شرط. الشروط بتاعتي اللي عندي بتاعت فاء السببية ان هي تسبق ب ايه؟ طلب او نفي. تسبق بطلب او تسبق بايه يا جماعه؟ بنفي. الطلب فاكرينه مع بعض؟ الطلب ايه هو؟ برافو علينا، الطلب هو ايه؟ امر، نهي، استفهام، تمني ورجاء. تعالوا نشوف الامثله بتاعتنا. وطبعا النفي اللي هو لا وليس وما. نشوف الامثله. اصمت فتسلم. ها اصمت فتسلم. اصمت ادي امر، يبقى الفاء بتاعتي فاء سببيه، والصمت سبب في السلامه. لا تتكاسلي، لا ناهيه. ممتاز، يبقى لا تتكاسلي اسلوب نهي، ده طلب. فتندمي. هل تتصدق؟ استفهام اهو. فتجني الثواب. ليتنا نقنع فنحيا سعداء. تمني، سبقت بتمني اللي هو الطلب.
لعلك تتحلى بالفضائل فتسمو بأدبك. لعلك رجاء، يبقى أنا الشرط يتحقق عندي إن هي سبقت بأمر نهي أو استفهام أو تمني أو رجاء. برافو علينا. طب نيجي ليه النفي؟ ليس من الموت بد فأخاف، سبقت بليس نفي هي. ما أخطأت في حقك فأعتذر، سبقت بنفي ما. يبقى أنا عندي الشرط بتاعي اتحقق إن هي سبقت بنفي، فبالتالي تسلم، تندمي، تجني، نحيا، تسمو، أخاف، أعتذر. كل دي كلها أفعال إيه يا جماعة؟ أفعال مضارعة منصوبة لأنها مسبوقة بفاء السببية. برافو علينا. طيب تعالوا نشوف تدريبات مع بعض ونشوف طبيعة التدريبات اللي هتجينا على السؤال بتاعي. اختر الإجابة الصحيحة مما يلي: لم يكن السامعون ليألفوا كلامك حتى تجعله طيبا. المضارع عندي مبني ولا منصوب ولا مجزوم ولا مرفوع؟ برافو علينا، منصوب، لأن أنا عندي الكلمة بتاعتي قبلها لام الجحود. ممتاز. لابد في العمل من النظام حتى يبارك الله الحياة. المضارع يبارك مبني على الفتح، منصوب بالفتحة المقدرة ولا منصوب بالفتحة الظاهرة ولا مبني على حذف النون؟ ممتاز، برافو علينا، منصوب بالفتحة الظاهرة. رقم 3: كن سديد الرأي فيحسن تقديرك وتكون بعيد النظر. الفاء في يحسن حرف عطف، حرف جر، سببية ولا استئنافية؟ قبل ما ننهي يا جماعة نتذكر مع بعض: كن ده فعل ايه؟ برافو، امر. فالفعل الامر هو فعل ايه؟ طلبي. ممتاز، يبقى الفاء سبقت بطلب، يبقى الفاء عندي فاء ايه حبايبي؟ برافو، فاء سببية. 4: يفحص الطبيب المريض الان حتى يتعرف مرضه. ها، حتى يتعرف، يتعرف عندي هنا الفعل بتاعي مرفوع ولا منصوب ولا مبني ولا مجزوم؟ خلوا بالكم معايا، حتى وقبلها الان. اشتغلت معايا هنا الشرط بتاع اتحقق، نفتكر حتى كده. برافو علينا، حتى بتدل على، لازم تدل على المستقبل. طب يا ترى هو دلوقتي دلت على المستقبل؟ لا. برافو، يبقى حتى هنا هتنصب المضارع. ممتاز، لا هنا مش هتنصب ابدا المضارع، يبقى الفعل بتاعي يتعرف فعل مضارع ايه؟ مرفوع. وبكده نكون انتهينا من درسنا يا حبايبي، وفي انتظار استفساراتكم واسئلتكم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.